السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الجزء الثاني من HTML5 and SEO في كورس SEO for Web Designers. حاجة تانية هنتكلم عليها اللي هي الاليمنت رقم 5 في المحاضرة اللي هو السكشن تاج. السكشن تاج ممكن هو يستخدم من هو تقسم الكونتنت بتاعك لسيبريتد سكشنز، زي مثلا شابترز في كتاب معين او سكشنز معينة في كل شابتر وهكذا. الميزة اللي موجودة في السكشن ان ممكن كل سكشن بيحتوي على separated HTML heading، يعني في حاجة HTML heading مستقلة عن السكشنز اللي موجودة في نفس الصفحة. تمام؟ طيب CU tag best practice، ازاي بقى تتعامل عليه مع السكشن تاج؟ اول حاجة use it for categorize الكونتنت بتاعك. لو المحتوى بتاعك مكون من different categories، الافضل ان انت تستخدم السكشن تاج عشان تعمل المحتوى بتاعك يكون in good segment، تقسمهم في categories ايه مختلفة. تمام؟ لو المحتوى بتاعك مكون من كاتيجوريز مختلفة، حاول تستخدم السكشن بحيث ان انت تفرق ما بين كل كاتيجوري والتاني. الافضل برضو ان انت تستخدمها مع الارتكل تاج. احنا شرحنا الارتكل تاج في بارت 1. تمام؟ وان الارتكل تاج ده اللي هو بلوك اوف كونتنت، يعني اندبندنت بلوك اوف كونتنت. فجوه البلوك ده ينفع ان انت تقسم الارتكل ده لايه؟ لشوية سكشنز، كل سكشن يكون مستقل بحاجة معينة، سيميلر كونتنت مع بعضهم تقسمهم في سكشن والسكشن التاني وهكذا. تمام؟ تالت حاجة ينفع ان انت تعملها more smart with section object، زي ما قلنا ان كل التاجز الجديدة اللي اتضافت في HTML5 اتضاف لها الobjects بتاعتها داخل الجافا سكريبت، فينفع ان انت تستخدم الobjects هات ان انت تخلي فيه more interactivity مع المحتوى بتاع السكشن. مثلا انت مثلا تتشينج الكونتنت نفسه وتهايلايت على تكست معين، تعمل بوب اب لويندوز وهكذا. يعني الايه كل events في الجافا سكريبت ينفع ان انت تنفذها على السكشن object، فبتزود interactivity ما بين المحتوى بتاعك وما بين اليوزر. تمام؟ بعد كده نتكلم عليه هي النافيجيشن تاج. النافيجيشن تاج هو عبارة عن set of navigation links. تمام؟ بتحط فيه set of navigation links. تمام؟ طبعا مش كل اللينكات بتحط في النافيجيشن تاج، ولكن يعتبروا الميجر بلوك اوف لينكس، اهم مجموعة من اللينكس دي تحطها فين؟ في النافيجيشن تاج. طيب النافيجيشن تاج CU، اول حاجة زي ما قلنا not all links، مش كل اللينكس تحطها في navigation تاج. تمام؟ انت بس بتستخدم الميجر جروب اوف لينكس دول اللي تحطهم كانهم هم ايه النافيجيشن تاج بتوع الصفحه دي او بتوع الويب سايت. تمام؟ ينفع ان انت تستخدمها في الفوتر لينكس. تمام؟ يعني يعتبر دي حاجه كومن ان انت تستخدم الفوتر، بيكون فيه شويه لينكات لبقيه الصفحات، لينكات للبيست ارتكلز الموجوده مثلا في الويب سايت وهكذا، فينفع ان انت تستخدم النافيجيشن تاج في الفوتر. تمام؟ تالت حاجة بقى، هل يمكن ان انت يكون عندك كذا navigation tag موجودين في نفس الصفحة؟ ينفع ان انت تستخدم كذا navigation tag موجودين في نفس الصفحة، واحد للمين navigation links للويب سايت كله، وواحد للايه للnavigation داخل الصفحة بس. ففي حاجتين، في navigation link ده للويب سايت كله، ده ايه عام وكومن على كل الصفحات بتاعت الويب سايت، وواحد تاني موجود لايه للصفحة الخاصة دي، يعني navigation للصفحة دي بس. تمام؟ طيب نتكلم عليه بعد كده. micro data tag. المايكرو داتا تاج بتديك امكانيه ان انت تضيف اديشنال انفورميشن للويب بيجز بتاعتك، بحيث ان السيرش انجن يفهم او يفهم افضل الكونتنت بتاعك. يعني بتقسم المحتوى بتاعك لحاجه تكون السبايدرز يفهمها بطريقه افضل بكتير جدا من عدم وجودها. طيب المايكرو داتا تاج CU، المايكرو داتا بتتكون من ثلاث حاجات. اول حاجه الايتم سكوب، ثاني حاجه الايتم تايب، ثالث حاجه الايتم بروبرتيز. تمام؟ الايتم سكوب دي بتعرف ان السكشن ده هوت او البلوك اوف كونتنت ده، بتعرف السيرش انجن ان ده هو ده ايتم، يعامله على انه ايه ايتم، وان كل الكونتكست او كل الكونتنت الموجود داخل البلوك ده هو البلوك اوف كود او بلوك اوف تكست ده هو موجود او مرتبط بايه بالايتم دي. طيب تاني حاجه بقى، انت اول حاجه زي ما قلنا بتعرف ايه هي الايتم سكوب، تاني حاجه بعد ما تعرف الايتم سكوب بتعرف الايتم تايب بتاع الايه الايتم اللي انت عرفتها دي. تمام؟ بتستخدم نوع من انواع الايتم اللي موجودين في schema.org مثلا. ان شاء الله schema.org دلوقتي هنشرحها بالتفصيل، هنشرح ايه هي بالظبط، ودي فيها عباره عن ايه انواع معينه من الايتمز كده انت بتستخدم منها ايه حاجه معينه. طب ليه حاجه دي معروفه؟ لان السيرش انجن عارفها، يعني جوجل بيتعامل مع schema.org وعارف ايه هي الايتم تايبز الموجوده في schema.org. فانت لما تحدد مثلا ان السكشن دوت عباره عن ايتم، وتحدد ان التايب بتاعها موجود من ضمن التايبز الموجوده في schema.org، وتديها ثالث حاجه اللي هي البروبرتيز. تمام؟ دي اللي بتضيف اديشنال انفورميشن للايتم. تمام؟ ده كل ده هيزود المعرفة او يزود امكانية ان سبايدر يفهم المحتوى بتاعك بطريقة افضل بكتير جدا من زمان. تمام؟ زي مثلا انت مثلا عندك بتعرض مثلا المحتوى بتاعك بيعرض فيلم. تمام؟ بتتكلم عن فيلم معين،
حددت مثلا الايتم سكوب دهوت، خلاص انت قلت للسيرش انجن دهوت ان الحته دهوت او السكشن ده عباره عن ايه، عباره عن ايتم، تمام. اديتها تايب ايه، موفي. الموفي دهوت موجود مثلا في سكيما دوت اورج على انه ايه، موفي. طيب الايتم اللي هو اللي اسمه اللي نوعه موفي دهوت ليه بروبرتيز معينه، زي مثلا المؤلف بتاع الفيلم، تاريخ العرض مثلا، الممثلين، مين المخرج، مين مش عارف ايه، يعني في حاجات ثابته خاصه بكل ايتم. فانت بقى لما تحدد مثلا ان السكشن دهوت عباره عن فيلم، تحدد الايتم بتاعته عباره عن موفي، تمام، تديله بقى البروبرتيز مثلا المؤلف والممثلين والتاريخ العرض والكلام ده كله، تمام. يبقى كده انت خليت السيرش انجن يفهم تماما المحتوى بتاعك ده عباره عن ايه، ويقدر ان هو يظهر افضل جدا في السيرش ريزلت، لان هو كده مفهوم بالنسبه للسيرش انجن 100%، تمام. طيب الحاجه اللي اتكلم عليها اللي هي الفوتر تاج. الفوتر تاج بتريبريزنت الفوتر بتاع الدوكيمنت، بتحدد بس ان الصفحه دهيت خلاص انتهت، ودي كده ايه اخر حاجه، دي الفوتر بتاعت الدوكيمنت، دي سطر النهايه بتاع الدوكيمنت. فبتحدد ان انت تكون ايه كليرلي اوت بالنسبه للسيرش انجن، ان هو يفهم ان الصفحه هنا خلاص خلصت، تمام. طيب الفوتر تاج بقى سيو، اول حاجه لو ليفل نافيجيشن، جوجل وياهو بتعمل دي فاليو لايه، لللينكس، للينكات الموجوده في الفوتر، لان هي المفروض تستخدمها على انها سيمبل سايت ماب بس، نافيجيشن بس، ايه سايت ماب صغيره، ولكن اللينكات اللي فيها ما بتعملهاش ايه فاليو كبيره قوي، تمام. تاني حاجه ميك ات كلير اند ايزي، تستخدم الانترنال لينكس، ان انت تحط الانترنال لينكس للصفحات التانيه الموجوده في الويب سايت، وتستخدم برضو الكي ووردز فيها، بحيث ان انت تعمل ايه ان اليوزر يقدر يخش بعد ما يخلص صفحتات يلاقي بقى لينكات لبقيه الصفحه، يلاقي لينكات للبيست ارتكلز اللي عندك، بحيث ان هو يفضل في الويب سايت بتاعك. تالت حاجه الاوبتيمال ليميت، ينفع ان انت تضيف من 30، او طبعا كل ده ايه ينفع ان انت تزود اكتر عن كده، واحنا بنتكلم في الاوبتيمال لينكس، تمام. الاوبتيمال ليميت، الاوبتيمال ليميت من 30 ل 50 لينك. انا ما اظنش يعني ان انت هتوصل ل 50 لينك في الفوتر، تمام، للصفحه بتاعتك. المفروض يعني ان انت بتوصلش العدد ده كله، هيبقى اللينكات كتيره جدا وشكلها بايخ، تمام. لكن ممكن انت تحط من عندك من 30 لحد 50 لينك في الفوتر، تمام. ممكن تخليها فيكسد للصفحه كلها، او لكل صفحه يكون ليها ايه، ليها فوتر مختلف على حسب الديزاين بتاعك واليو اكس اللي انت عايز تديها لليوزرز. هنتكلم عن ايه دلوقتي، عن مالتيبل اتش 1. زي ما اتكلمنا قلنا قبل كده ان HTML5 زودت فكره ان انت تقدر تخلي عندك كذا اتش 1 تاج في نفس الصفحه، تمام، والاثنين يتعاملوا مثلا او الثلاثه يتعاملوا على انهم كل واحد فيهم اتش 1 تاج. الكلام ده ما كانش موجود قبل HTML5، كان هو الواحد اول واحد بس اتش 1 تاج بيتعامل على ان اتش 1، والباقي كله حتى لو كانوا اتش 1 ده كاتبهم ما بيتعاملوش على انهم اتش 1 تاج. ولكن في HTML5 ينفع تخلي في نفس الصفحه عندك كذا اتش 1 تاج. طيب تستخدمها ازاي بقى؟ اول حاجه يوز ديفرنت كيوردز، طالما عندك كذا اتش 1 تاج حاول تستخدم ديفرنت كيوردز لكل واحد فيهم. تستخدمها في الارتكل مش في السكشن، يعني مثلا انت زي ما قلنا تستخدم السكشن داخل الارتكل تاج، تمام، فتستخدم الاتش 1 تاج بالنسبه للارتكل هيدنج ولكن مش في السكشن هيدنج، وانت كده بتضيع قيمه الاتش 1 تاج داخل السكشن هيدنج. فحاول تستخدم الاتش 1 في الارتكل هيدنج مش في السكشن هيدنج، تمام. نوت اونلي اتش 1 تاج، مش يعني مش عشان HTML5 خلت ان انت ينفع تضيف كذا اتش 1 تاج فانت خلاص تستخدم كل الهيدنج بتاعك الاتش 1 تاج، لا، ينفع تستخدم H2 H6 موجودين طبعا وبرضه ليهم فاليو كويسه، تمام. فمش لازم تخلي كل الهيدنج بتاعتك في الصفحه بتاعتك كلهم ايه اتش 1، تمام. كده احنا خلصنا المحاضره دهات، خلصنا بارت 1 بارت 2 ده، تمام. واي اسئله استفسارات انا موجود على السوشيال ميديا، واتمنى منكم اي سبورت للكورس سواء بلايك او شير او سبسكرايب على اليوتيوب، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.